الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه يوم الدين. وبعد، أرسلت تسأل وغيرها برضو أرسل يسأل، وناس كتيرة بتسأل. التليفون الصغير اللي معايا ده، اللي عمل التليفون واللي عمل الشريحة بقى كل خصوصياتي عنده. عارف أنا بحب إيه وبكره ايه وليه علاقة بمين وزعلانة مع مين ومتوافق مع مين، وعارف انا بحب ايه وبحب الالوان ايه والاكل ايه والشرب ايه والاماكن اللي انا بروحها ايه وحسابي فيه كام ورقم حسابي ايه والبنوك اللي بتعامل معاه ايه وقرايبي مين واصحابي مين واعدائي مين وبحب مين وبكره مين. ده حتى بقى عارف أكتر مني، عارف نفسي أكتر مني، ده أنا لو حبيت أحلل نفسي مش هعرف أدو. اللي عمله واللي عمل الشريحة دي بقى كلي عنده صفحة واضحة المعالم، كتاب مفتوح. ده مش كده بس، ده بدأ هو يحركني يديني معلومات أمشي فيها، يشغلني في استهلاكات في قناعات. ده حتى لما أفكر في رحلة بيديني هو خيارات، بقى عارف أنا بفكر في إيه. ده مش كده بس، ده أنا ولادي وولاد ولادي وإخواتي وبنات اللي حواليا والأولاد الجداد مش ولادنا، إحنا ولادنا خلفناهم، لكن هم ولاد الجهاز الجديد. هو اللي بيربيهم، هو اللي بيعلمهم، هو اللي بيلعبهم، هو اللي بيسكتهم، هو اللي بيضحكهم، وبقى عارفين نجوم اللي عاملها لهم الجهاز الجديد ده أكتر من عماتهم وخالاتهم وقرايبهم وأصحابهم. عارفين قصتهم، عارفين تاريخهم، وعارفين ميلادهم، وعارفين إنتاجهم أكتر من، مش أقول لك الصحابة، أقول لك إخواتهم، أقول لك قرايبهم، أقول لك اللي معاهم في العمارة وفي البيت وفي الشارع. بقوا مش ولادنا، ده اتاخدوا منا، إحنا بنخلفهم وهو بيستلمهم، وإحنا بنبقى فرحانين بكده أحيانا ومش فرحانين، بس إحنا كمان بقينا معاهم مخطوفين، وبالتالي بقينا مسيرين. في حد بيشغلنا، نتكلم في ايه النهارده؟ يروح عطينا قضيه نتكلم فيها كلنا، يروح عامل لنا لعبه نتكلم فيها كلنا، عامل لنا تطبيق جديد نقعد عليه كلنا، ننام عليه كلنا، نخاف كلنا. خلاص احنا فقدنا القياده لنفسينا مثل الامم والناس. طب وبعدين نستعوض ربنا فينا وفي اولادنا وفي اجيالنا؟ خلاص، ما احنا مش بنقود حاجه، مش بنقود حتى نفسينا. نفسينا مش بيتحكم فيها. انت بتقعد في البيت، الناس اللي قاعدين في البيت كل واحد قاعد في تليفونه، بركب الطيارة كل واحد مع تليفونه، بركب القطار كل واحد، خلاص الناس دي مخطوفة مع اللي خطفها مش معاك. بل حتى لما الناس بيعملوا تواصل اجتماعي مع بعض بيبعتوا عن طريقه هو علشان يتكلموا مع بعض. الأزمة دي ملهاش حل. القرآن مش مفترض يغيثنا في مشكلة زي كده عشان يستنقذنا ويخرجنا من الدوامة اللي كل يوم بتزداد واحنا مش عارفين نفرمل، مش عارفين نقف، مش عارفين نرجع؟ ايه المشكلة فين؟ يا ترى القرآن ممكن يوقفنا؟ طب ممكن ينقذنا؟ طب ممكن يشفينا؟ طب ممكن نبدأ من جديد مع القرآن؟ طب ممكن نبدأ انطلاقة جديدة؟ طب ممكن نخرج من القيد ده؟ يا ريت القرآن يكون فعلا شفاء، عشان الإدمان اللي احنا فيه كلنا ده إن ما كانش هادي من ربنا سبحانه وتعالى لن نهتدي. أنا هقول لنفسي وهقول لكل واحد بيسمع وكل واحدة بتسمع أو هيسمع، أول الحل مش هنا دلوقت، هستأذنك نرجع ورا شوية. إن ربنا سبحانه وتعالى كان خالق ملائكة بتعبده وتسبح بحمده وتقدس ليه، وخلق مخلوق جديد بيقوم بعمليتين. الملائكة كانت فاكراها بيقوم بعملية التسبيح والتقديس فقط، قالت له نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. إيه؟ علموا حاجة تاني، إنه عنده مهمة مع العبادة اسمها الاستخلاف. فالملائكة عايزة دليل على الموضوع ده تتيقن، مش قادرة تستوعب. فربنا جاب المخلوق الجديد ده وعطاله مقومات الإعمار والخلافة، الخلافة لله في الأرض. إيه المقومات دي؟ علم آدم الأسماء كلها،
كل المسخرات في الأرض إلى يوم القيامة ربنا علمها لآدم. كل مكونات، كل المفاتيح، كل المعادلات، الأسماء كلها. وقال له انزل اهبط وانت معاك حاجتين، معاك الهداية ومعاك قانون الايه؟ قانون الاستخلاف بالعلم اللي انا اعطيته لك ده بكل المعلومات. وعلم آدم الأسماء كلها. انت عارف يعني ايه كده؟ يعني انت ربنا علمك الأسماء كلها، وانت ربنا علمك الأسماء كلها، وانتوا ربنا علمكم الأسماء كلها. يعني الأسماء كلها بتاع مفاتيح الكون كلها بتعلمها البشرية من سيدنا آدم لغاية النهاردة. لا، الموضوع ده محتاج قعدة شوية. يعني كل الحاجات اللي ما جاتش في الكون لغاية دلوقتي هي عندك، وكل الحاجات اللي لم تستثمر في الكون وتكتشف كانت عند الناس بالفعل بتاع القرن الأول والثاني والثالث. لكن لأن البشرية بتنمو فبتنطلق من مرحلة إلى مرحلة، الناس فيها بيكتشفوا الحاجات اللي ربنا عطاها لهم، هم ما أنشؤهاش، اللي ربنا أودعها فيهم، فبيستخدموا الإمكانات، بيستخدموا الإمكانات ويكتشفوها، فالحياة تتغير. فربنا أنزل الهدي، القرآن والسنة، أنزل الهدي البشرية فيه العبادة والإعمار. البشرية فضلت تمر بمراحل لغاية ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال القرآن. والقرآن هدى للناس. القرآن جمع الهدى بشقيه، شق الإيمان والتقديس والتسبيح، وشق الإعمار والاستعمار والبناء والاستخلاف. الأمة فهمت كده، ولما نزلت الآيات نزلت اقرأ، أو ما يتلى اقرأ، ما ينزل اقرأ، لأن اقرأ دي هي بتحقق الاستخلاف، بتحقق الاستخلاف وتحقق التقديس. وفي العقيدة فعلا بيحقق التقديس وبيحقق كذلك الاستخلاف. الصحابة فهموا كده، فبدأ الجيل الجديد يفهم إن القرآن كل آية فيه لها دلالاتها في جزء الإعمار غير جزء التسبيح والتقديس. وبالتالي لما يقرأوا قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وفي سورة النحل: والذي أنزل من السماء ماء منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. سخر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ثم تستمر قافلة التسخير: والذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. إيه العلاقة؟ إن ربنا بيقول سخرت الكون ده عشان تتفكروا، عشان تتعظوا، حتى تشكروا، حتى تهتدوا، حتى تستقيموا. يبقى السخر، كلمة سخرة، كل الأشياء المسخرة هذه لنا، فربنا خلق الكل لنا لخدمتنا ولسنا لخدمته، علشان نقوم بعملية الاستخلاف. سخر، فبنتكلم عن قانون في القرآن اسمه قانون التسخير. سخر لكم الشمس والقمر دائبين إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إن دي مسخرات. فالقرآن بالنسبة للمسلمين بنك للأجنة، أجنة التسخير، أجنة الأسماء كلها اللي خدها آدم عليه السلام. المطلوب من المسلمين يأخذوا الآيات ويأخذوا أجنة القرآن فيحيوا بها الأرض
بعد موتها، ويحيي بها القلوب بعد موتها، ويوحد به العالم بعد افتراقه وتنازعه، ويحيي به النفوس بعد تهدمها، ويرفع به راية الإسلام. محتاج الأجنة دي إخراج، استخراج، وزراعة، ورعاية، ونشر. ومن هنا الأمة فهمت ذلك، فكان درس الفقه قديما نفس درس الفقه تدرس فيه البوصلة وكيفية ضبط القبلة، ثم تطور الأمر لكيفية رؤية الأهلة وضبط الأهلة. قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن هدى للناس، هدى في التقديس وهدى في الإعمار. والاستخلاف واجب شرعي، وليست منحة، وليست منة، وليست أمر كمالي. تنزل أرض أصلا، تلك الأرض لعملية الاستخلاف، لواجب الاستخلاف، لفريضة الاستخلاف. الصحابة الكرام والجيل الأول من المسلمين فهموا ذلك جيدا، فهموا أن الهداية تستمر وتستقر في التقديس وفي الاستعمار أو الإعمار، وأن الاستخلاف لابد أن يقوم عليهما. فالأمة قدمت لنا بعد أن كانت قبل الإسلام لا شيء، وكانوا لا يستطيع الواحد منهم أن يعد غنمه، تحولوا في خلال 20 سنة إلى رواد للبشرية في عواصم الدنيا. وقدم المسلمون أعلى درجات الاستعمار بمعنى الاستخلاف من خلال النظر. أفلا يتفكرون، أفلا ينظرون، النظر في آيات الله في الكون وفي النفس. فقبل أن يأتي أحد بالحديث عن الجاذبية، كان الهمذاني في القرن الثاني الهجري يضع قانون الجاذبية. قبل ما يتكلم نيوتن عن الحركة، كان ابن سينا بيتحدث عن قانون الحركة. ابن النفيس سبق الدنيا كلها لما قرأ بسم الله واكتشاف الدورة الدموية. ابن البطريق المسلم يبرع في علم الطب قبل أن يعرف الناس ما معنى الدواء. ابن الهيثم قبل كل الناس يكتشف علم البصريات. الخوارزمي يؤسس لقانون الجبر. المسلمون في كل مجالات الحياة، عباس بن فرناس يؤسس للطيران، علم الطيران، لست تذهب إلى الطائرات يمنة ويسرى، في تأسيس في الدولة الإسلامية في العالم الإسلامي حينما قرأوا بسم الله. جابر بن حيان في علم الكيمياء والمعامل الكيميائية. مريم الاسطرلابية التي صنعت الاسطرلاب وكان على هيئة السماء تدرس النجوم وتدرس الكواكب وتدرس الجاذبية وتدرس العلاقة بينهما. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. اكتشاف الساعة، اكتشاف الرافعة، ابن جزي وغيره. إذن الجيل الأول المسلم قرأ بسم الله لأنه قال اقرأ بسم ربك، فقاد الدنيا بالعلم والمعرفة، فحقق الهداية بكل صورها وأشكالها، معناها التقديس ومعناها الإعمار. وكانوا عبادا في محراب الإعمار، عبادا في محراب التجريب، عبادا في محراب التفكر، في محراب استخراج الآيات الكونية وتطبيقاتها البشرية لخدمة البشرية، حتى يشكر الناس ربهم ويعرفوا ربهم. ثم لما توقف المسلمون عن القيام بواجب الإعمار وعن القيام بواجب وعلم آدم الأسماء كلها، وانحاز بعضهم إلى التسبيح والتقديس فقط، أصبح زي الأخ ما بيقول والأخت ما بتقول، بقينا لسنا قيمة، لسنا شيء، لا نساوي شيئا. بس خلي بالك، لما المسلمين قادوا العالم في شوية معالم سريعة كده، لم يستخدموا العلوم اللي وصلوا إليها لإبادة البشرية، فما صنعوش قنابل نووية ولا ذرية. لم يستخدموا العلوم والمعارف في إذلال الناس ولا احتكار العلم. ما وردش إن المسلمين احتكروا العلم، كانوا بيبذلوا العلم لكل الناس، مسلم وغير مسلم. لم يثبت إن المسلمين استخدموا العلوم والمعارف لإزاعة الشهوات والشبهات والعري والفسق والفجور. لما قرأوا بسم الله في عملية الإعمار والاستخلاف،
لم يستخدموا العلوم لما يخالف البيئة ويضاد البيئة ويحدث كوارث بيئية. إذن ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان وما نسينا. والقرآن بيعطينا معلم للاستخلاف ذو القرنين. ذو القرنين عنده إيمان، ما تكلمش على الإيمان خلاص، هو الأصل مسلم وتحقق بالإيمان، لكن عنده التسخير، بقى عنده احتراف، بقى عنده علم. الإيمان زائد التسخير، الناس دي تحتاج إلى قيادة، فهو أوجد لهم العلم في التسخير والقيادة، فلما اجتمع الإيمان زائد التسخير زائد القيادة كانت الريادة وكان الاستخلاف وكان النجاح. إذن هذا النموذج النجاح. لما الأمة لم تستجب للقانون وابتعدت عن قانون التسخير وتعاملت مع الآيات على أنها محفوظات ومقروءات ومسموعات، والأجنة الفكرية توقفت، وصناعة الحياة بالقرآن توقفت، أصبحنا لا شيء. الشيخ محمد الغزالي رحمه الله كان يقول: إذا قيل للمسلم اخلع ما لم يصنعه المسلمون لوقف عاريا. تعالى كده، قال عندنا الضارة مش عارف منين، الجهاز اللي بص نفس مسلم لا شيء. تروح أي مطار في الدول الإسلامية تدور على مسمار صنعه المسلمون، مفيش. ده وسائل الصلاة، البوصلة بتاع الصلاة في كل مساجد الدنيا في العرب والعجم، هتجد في القبلة كده أوقات الصلاة وأوقات الإقامة والشروق ما صنعهاش المسلمون. البوصلة اللي موجودة مع الناس ليست صناعة إسلامية، أغلب السجدات، كل حاجة خصائص المسلمين لم يصنعوها، تأخروا في كل شيء. مع إني القرآن أعطانا المفاتيح. الشيخ محمد الغزالي له تعبير يعني مدمي، بقول إحنا القرآن نزل فقال سبحانه وتعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب. فضلنا نفضل نقرأها 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 لغاية ما جاء الغرب واستخدم الحديد سلاح للنصرة، وأصبحت كل الصناعات الوسائل التقدم مبنية على الحديد، وإحنا عندنا صورة الحديد، والحديد نزل مع القرآن وغفلنا عن استخدامه. يقول لك: وقال تعالى: وبالنجم هم يهتدون. فقال المفسرون قديما: يهتدوا بالنجم في الصحراء أو في السيل أو في البحار، لكن هو له إشارة معينة، بيقول النجوم أو الأقمار الصناعية الآن أصبحت هي التي تدير البشرية وتقود البشرية. في دلالات، في مفاتيح. غير المسلمين أيضا لما قاموا بالتسخير بغير التسبيح والتحميد، الله تعالى يعطي من استخدم قانون التسخير، يعطيه مسلما كان أو كافر، يبقيه مسلما كان أو كافر، لكن لا يكون مستخلفا، لا يكون قام بواجب الاستخلاف. فغير المسلمين قاموا بالتسخير ففتح عليهم، لكن لما قاموا بالتسخير ماذا حدث؟ الأدوات والبيئات والتعاليم والمعلومات التي وصل الله في التسخير أكبر مجزرة في تاريخ البشرية. في الحرب العالمية الأولى ما يقرب من 50 مليون مصاب وقتيل، في الحرب العالمية الثانية 60 أو 50 مليون قتيل فقط، بني أدمين، إنسان قتل. لماذا؟ التقنية والطمع والبعد عن الهداية لله سبحانه وتعالى، فالتسخير انقلب لشقاء البشرية وإبادة البشرية. 50 مليون قريب في الحربين من 100 مليون بني آدم يقتلوا يبادوا. ما نفعت التقنية بدون الهداية؟ ما نفع التسخير بدون الهداية؟ إهدار كرامة الإنسان، إنه يصبح الإنسان ليس له قيمة. أي روبوت دلوقتي بيقوم بالدور نيابة عنه، وأصبحت البطالة هي السمة الغالبة في العالم كله، وانحازت الاقتصاديات والاستثمارات والثروات إلى فئة قليلة، وباقي البشرية تعيش في شقاء وجوع وفقر. يعني التقنية، لأنهم لم يقرأوا بسم الله، قرأوا من أجل القراءة، وسخروا من أجل التسخير، وعاشوا من أجل المعيشة، وتعلموا من أجل العلم. فأصبحت عندي تقريبا من 85% من ثروات الأرض كلها بينتفع بها حوالي 20% من البشرية. 70% من اقتصاد العالم كله كم شركة من الشركات متعددة الجنسيات، وبقية العالم في شقاء وفي هلع وفي خوف وفي حروب وفي نزاعات. ماذا فعل التسخير والعلم بدون قانون الهداية، بدون قانون التسخير؟ إذن تدمير البشرية، احتكار العلم، نشر الموبقات،
التقنية نشرت الموبقات، وانت في البيت تفتح الموبقات، شركات ومؤسسات ومنظمات عالمية شغالة لنشر الفواحش ونشر الموبقات في العالم. ماذا فعلت التقنية إذن؟ إذن لكي نرجع مرة أخرى لابد أن نرجع لقانون القرآن، نتدبر القرآن، نستخدم التسخير، نعمل قانون التسخير، إن الأشياء اللي ربنا سخرها لنا دي حتى نستخدمها، نكتشف قوانين في الكون، نكتشف إدارة الكون، نكتشف قيادة الكون. لن نكون أمة ما دمنا مستهلكين فقط، لن نكون رواد ما دمنا نلهس وراء الاستهلاك. محتاجين وقفة ثم ضبط بوصلة مع القرآن الكريم لنعيد مرة أخرى التسخير لنمتلك الإرادة. إذا لم نمتلك التسخير وصناعة المعرفة وصناعة العقل المفكر، إحنا أولادنا في التعليم تعليم فرض علينا، بيحفظوا كلهم محفوظات وياخدوا شهادات علشان يطلع كائن لا يفكر. إحنا عايزين نعلم أولادنا إزاي يفكروا ويبدعوا، إزاي وإحنا بنحفظ القرآن جيد، لكن كيف نتدبر القرآن؟ كيف نعي القرآن؟ كيف نعالج أمراض المجتمع بقوانين القرآن ومفاهيم القرآن؟ إذن الأمة تحتاج إلى التفكر. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ لما ننظر في قوانين ربنا في إبداء الأرض ثم إعادتها لابد أن ندرك الحقيقة. وأخيرا أيها الإخوة الكرام والأخوات، مستقبل المسلمين في القرآن الكريم مبني على هذه النقطة. النجاح اللي هتحققه الأمة الإسلامية مش عدد وعتاد وسلاح، كل ده وارد، لكن ربنا قال الحل في مكان واحد فقط. قال إن النجاح البشرية، نجاح الأمة وفلاح الأمة وهداية الأمة واستقرار العالم، كل العالم، لما ربنا قال للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، النجاح هذا مختصر في آية واحدة. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. المستقبل ربنا قال كده، البشرية كلها ستصل إلى الإيمان، ستصل إلى الاستقرار، ستصل إلى النمو والتعبد بمعناه الهداية والإعمار، بشرطين: في الآفاق وفي أنفسهم. نحتاج إلى استخراج قوانين الآفاق، نحتاج إلى التعبد لله سبحانه وتعالى في معامل الاختبار ومعامل الإبداع ومعامل التجريب. نحتاج إلى اكتشاف قوانين الآفاق وقوانين الأنفس. لو الأمة عايزة ترجع تاني للريادة، المفتاح في هذين القانونين: قانون سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يبقى الأمة لازم تعمل خطة كيف نعود إلى تحويل آيات الآفاق إلى قوانين وآيات الأنفس إلى قوانين. ساعتها سيعلم الناس أن الدين لله وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ساعتها وساعتها فقط سيتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا علته كلمة الإسلام. ستعلو كلمة الإسلام ليست بالقوة ولا بالعدد ولا بأي شيء. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. نحتاج إلى الجهاد في هذين المجالين، نحتاج إلى العودة إلى ديننا وإعداد جيل جديد، نحتاج إلى جيل جديد يفكر ويبدع ويبتكر ويفهم أن القرآن مفاتيح وليست محفوظات مغلقة، مفاتيح هداية ومفاتيح رحمة، ونعيش كلنا بهذه المعاني. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. إذا استخدمنا قانون التسخير وعدنا إلى نقطة الانطلاق مرة أخرى، فيقينا ستتقدم الأمة وستتخلص من كل تلك المظاهر. وإذا ظللنا على حالتنا هذه، فإن السيل الجارف سيأخذنا لنكون زبدا مع الزبد، وهباء مع الهباء، وخبثا مع الخبث. فأما الزبل فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أسأل الله أن يجعلني وإياكم وكل المسلمين ممن ينفع الناس ومما يمكث في الأرض ومما يرضى الله عنه. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يمكن للإنسان أن يحقق فريضة الاستخلاف ما لم يجمع بين محراب العبادة ومحراب العمارة. القرآن عبارة عن بنك للأجنة الفكرية. ما لم يستخرج المسلمون تلك الأجنة ويحسنوا تربيتها واستثمارها فلن ينجحوا في ريادة أو نهضة، ولن ينجحوا كذلك في فريضة إقامة الدين. تثبيت القلوب المؤمنة لا يكون بشيء كما يكون بإدراكها التام أن المعركة تمضي بمشيئة ربها، وأن أعداءها فيها هم في الحقيقة أعداء الله، وأنهم على الباطل الذي لا ريب فيه. لا بد من إدراك حكمته سبحانه في السماح لأعدائه بالظهور حينا وتأخير العقوبة أحيانا، فالله يمهل ولا يهمل سبحانه. كل ورقة خضراء في نظر أصحاب العقول ديوان لمعرفة الله تعالى، أما الغافلون فالأشجار كلها عندهم لا تساوي ورقة واحدة. احتاج المسلمون إلى علم الفلك لضبط وقت الصلاة، وعلم الحساب لضبط القبلة، والرياضيات لضبط فريضة الزكاة. فالمجتمع المسلم بلغ الحد الأدنى من الحضارة بمجرد إتقان العبادات فقط. الإنسان لا يستطيع أن يكون مسلماً ويبقى متخلفاً، وتاريخ العلوم الإسلامية يبين لنا أن تطور جميع الميادين العلمية في القرن الأول قد بدأت بمحاولات تحقيق الفرائض الإسلامية بأكبر دقة ممكنة. المعامل البحثية هي محاريب العبودية للقيام بواجبات الاستخلاف، ويجب على الأمة أن تردم الهوة التي فصلت بين العلوم التجريبية والدينية لتسمح بعودة الفتوحات العلمية كما كانت في الزمن الأول، ونتوقف عن استنساخ مناهج أخرى بحذافيرها. مستقبل الأمة موقوف على نجاحها في استكشاف آيات الآفاق والأنفس وضبط قوانينها، فإن لم تفعل فسنة الاستبدال لا تحابي أحدا من خلق الله تعالى. ذكر الله تعالى المسخرات في القرآن كثيرا ليعرف الناس بها مقام ربهم فيجلوه، ويستعمروا بها الأرض فيشكروه.